وصلنا لفقرة هيك تحمل كثير من الجمال، تحمل كثير من الطبيعة، وقت بنقول طبيعة وجمال فنحن اليوم عم نحكي عن مستحضرات طبيعية 100%. اليوم ضيفتنا هيك سيدة بلشت هذا المشروع الصغير، خلينا نقول هو كان مشروع صغير ليكون هو باب رزق، وهو مشروع لحتى تمشي أمور الحياة ضمن الظروف اللي عم نعيشها، ولكن أيضا كان هو ميول إبداعي عندها اليوم ونجحت. اليوم عم نحكي عن الصابون، عم نحكي عن السكراب، وعم نحكي عن قصص من مواد طبيعية. ما حنطول، حنروح فورا لضيفتنا نعرف منها أكثر اليوم كيف كانت رحلة التعلم، كيف تعلمت، شو هي أهم الصعوبات اللي عم تعاني منها ضمن العمل، وهل اليوم هذا المشروع هو ناجح، شو هي أهم النصائح لكل حدا اليوم حابب يبلش شهد المشروع. وضيفتنا لليوم هي مها مهنا، خبيرة مستحضرات تجميل طبيعي. يسعد صباحك يا مها. صباح النور. أهلا وسهلا، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا. ما هيك خلينا كونه نحن اللي عم نحكي عن مواد طبيعية وعم نحكي عن شيء من الطبيعة، واليوم كتير عنا ثقة نحن بهاي القصة، يعني رجعنا للطبيعة مثل ما بنقول. اليوم أي منتج بنشوفه وقت بنشوف إنه هو مستحضرات طبيعية عم نحبه أكثر. بداية خلينا نحكي عنك معها عن هذا المشروع، كيف بلشتي فيه؟ بصراحة المشروع إجا هو مشروع مستحضرات تجميل طبيعية. مثل ما قلتي نحن إنا ثقة كثير بالطبيعة، فلهيك لجأت لهذا الموضوع. يعني في كثير مواد بالطبيعة بتخدمنا بهذا الموضوع، فحبيت إنه وأنا ميول كثير قوي بهذا الموضوع التجميل والبشرة وهيك، فحبيت إني ابتكر هذا المشروع وقوي حالي فيه. أنت شو شغلك الأساسي كان؟ حلاقة وتجميل. بنفس الإطار، بس حبيت مجال التجميل أكثر، فلهيك حبيت أتوسع فيه أكثر وفوت بمجال الطبيعة لطلع هدول المستحضرات اللي بتخدمنا يعني كصبايا وكسيدات. طيب ما هاليوم نحن أي حدا فينا بيكون عنده حب للشيء، ميول لمهنة معينة، ولكن دائما نحن بحاجة لصقل مهارات، صقل كورسات نحن نقدر نتعلم من خلالها نحن شو هو الصح وشو هو الغلط. صح. ولكن اليوم رحتي انت للكورسات، قلتي لي كان عندك دورات اونلاين، عملتي كورسات اونلاين بمصر والمغرب. شو عطوكي هدول الكورسات مها؟ شو اضافوا لك لشيء انت حابه تشتغلي فيه؟ بصراحة كثير كثير، يعني اخذت معلومات عن الاعشاب اكثر، تعقمت يعني كثير، تغمقت بموضوع المستحضرات انه كيف تركبها، وخاصه انه هن من بلد غير، تعرفت كثير افكار حلوه وجديده يعني، ومنه قويت حالي كاني فوت بالمجال اكثر. يمكن المغرب كثير عندهم قوي بهذا الموضوع، كثير فكثير كان عندهم معلومات كثير حلوه عن الاعشاب، وحتى كانوا يضيفوا لي يعني أعشاب جديدة أنا ما كنت أسمع فيها، بس إنه زادت لي أكثر خبرتي. وبمصر كمان أخذت كتير كورسات حلوة وكمان كتير زادت لي من خبرتي. قديه كان مدة الكورس مها؟ هلا كل كورس 7 شهور. 7 شهور. اليوم يمكن حتى الكورسات الأونلاين صار فيها شهادات، يعني اليوم أنت عم تحصلي على شهادة خبيرة مستحضرات تجميل طبيعي، وهذا الشيء لحاله يمكن سي في لحضرتك فيما بعد. طيب مها نحن عم ندردش، خلينا هيك نستعرض شوي من شغل مها. طبعاً. أنا رح أبلش أنا وياك اليوم عم نحكي عن الصابون. هلا هون عنا صابون، هذا ريحته كتير حلوة ما فينا نوصل. صابون البان، صابون بذري الكتان. حلو. هذا مهم جدا، بيدعم البشرة للتجاعيد كتير، بيعطي نضارة وبيحارب التجاعيد بطريقة فظيعة. فهون بالصابون بيكون فيه البذرة والخلاصة نفسها، حتى يعني الكاميرا اذا اخذتها عم نشوف نحن بذره الكتان موجوده بالواجهه تبعت الصابون. تماما. فانا كل الصابون عندي بيتضمن على الزيت والخلاصه والعشبه نفسها، يعني مدعم من كل الجهات بحيث انه تاخذي الفائده التامه منه. طيب هدول المنتجات الحلوين، نرجع للطبيعه. انا كثير حبيت موديل هي الصابونه، يعني انت كانك اخذه الليف الطبيعي، ليفه الحمام القديمه، يمكن اذا تذكرتوها هي كانت تنزرع، بتنزرع زراعه. تمام. فاليوم حتى مها يعني دامجه الطبيعه مع الحمام الكامل يعني. خلينا نحكي عن نوع هي الصابونه. هلا هي الصابونه اجتني فكرتها، هو اخذتها من كورسات المغرب، كانت كثير حلوه انه هو ندخل الليف الزراعي والصناعي بصابون زيت الزيتون. يعني هيك انت وعم تتحممي بتستغلي الوقت، الليفة والصابونة مع بعض، وبنفس الوقت بتشيل كل السطح والخلايا الميتة على الجسم، فكتير فوائدها حلوة، وفيها نسبة زيت زيتون كتير حلوة بترطيب الجسم. وحتى كفكرة مثل ما قلت هي فكرة غريبة انه تكون الليفة والصابونة مع بعض. طيب اليوم احنا هاي الصابونة بتستخدم للجسم او الوجه؟ للجسم بس، لانه بتعمل تخريش. بدي اقول لك يعني فهذا الليف كثير كبير، فهو هاي بس للجسم.
اليوم شو اهم الاضافات اللي اضافوا لك اياها بموضوع خلينا نقول غير البابونج غير الذكر اللبان؟ شو اهم هيك الاسماء اللي ما كنتي تعرفيها؟ هلا اهم ما كان في اعشاب خلينا نقول طبيعيه، يعني انه هي ما هلا مثل فكره هي الصابونه اخذتها منهم. كمان هون مدخلين القهوه، صابونة القهوة هي خلونا ناخذها لو سمحتوا، صابونة كثير حلوة كمان هي للبشرة وللجسم تفتيح ونضارة، لأنه القهوة بنعرف قديش لها فوائد حلوة. طيب أنت اليوم كيف مدخلي هالقهوة عليها؟ يعني كمان الناس بتوقف شوي إنه كيف؟ لا نحن بنعالج في بن لما بنجيبه طبعا نخليه بالتعقيم أول شيء، إيه وممكن نضيفه أنا أجيبه وأطحنه وأحطه، ما بشتري إنه مطحون جاهز. هون بيعطيك الفائده اكثر، بتطلع منه الزيوت اكثر، خلاصته بتكون اقوى. حتى نحن بنعرف يعني طبيعيا وقت خلينا نقولها هيك بالعامي، وقت بنكون عم نشرب قهوه انه لا تكبوا الطحل تبع القهوه. حطوا ماسك. التفل مثل ما بدك يا حالات، التفل تبع القهوه لانه كثير منيح للبشره. كثير مدعم بفوائد بتاخذ العقل. هلا شوفي هي القطعه بس كانه بلشت تذوب، يعني بعد شوي. هي على حراره الجو لانه لسه انا هلا هذا الصابون زيت الزيتون بياخذ معي وقت كثير بالتنشيف. فهي لسه بدها من 4 أسابيع لـ5 أسابيع لحتى تنشف تماما. بس انا مشان حب اعرضها، هي فكره صابونه البابونج. مشان حبيت اورجيكم اياها، اما هو صابون الزيتون كثير بياكل معي وقت. خلينا نحن استعرضنا الصابونات، حنروح لي هلا السكرابات، ولكن يوم اذا نحن بدنا نشتغل هي الصابونه، شو هي المراحل العمل اللي بتمرق فيها؟ تمام. هلا عندنا نوعين للصابون، صابون على البارد والصابون الزيت الزيتون. هلا صابون الزيت الزيتون على البارد السخن. على السخن اوكي، فهذا بياخذ كثير وقت بالتنشيف، بده من 4 لـ6 أسابيع. اما البارد ممكن يصير بنفس اليوم، يعني انه طبخه وساويه بنفس اليوم. اعطينا مراحل يعني. معلش خلينا هيك نوضح، يعني بتسكبي شو بتعملي بالضبط لتعملي هذا القالب؟ صابون الزيت الزيتون بنستعمل زيت الزيتون الصافي طبعا، بنحط مواد تساعدنا على التصبين، بنحطيهم بوعاء على النار. تمام. اوكي، وبنخليهم بنطبخهم وبنساعدهم. بقى انا بضيف في الخلاصات اللي بكون عاملتها، هي الخلاصات بدها تكون مخمره من 40 ل 90 يوم حسب كل خلاصه. نعم. بضيف عليها الخلاصه وبعدين بسكبها بقوالب خشب وسيليكون. كيف تنشاف؟ بدها من 4 لـ7 بالجو العادي. الجو العادي يعني بس بدها يعني وقت طويل. ممكن شيء يخرب لعمليه الطبخ المواد؟ يعني ممكن طبعا حراره عاليه، زياده بنسب الزيت، بدنا نكون كثير حريصين من هذا الموضوع، يعني بده يكون في نسب معينه نحطها لحتى نحن نحصل على قوام وصابونه مثاليه 100%. طيب بعد ما تخلص الطبخه وتنشف القوالب ويصيروا اليوم الصابونات جاهزين، اليوم في طريقه للاحتفاظ او لا؟ انا عم سكر لك ملف الصابون، بدي انت اللي شيء ثاني. طبعا تفضل. في شيء طريقه انه احنا نحتفظ فيها او لا خلص عادي مثل اي صابون عادي؟ لا لا مثل اي صابون عادي. وبس انا لما انه بدي اسوقها او هي فحاططها بعلب خاصه مغلفه تماما عشان ما تتعرض للهواء وللجراثيم. يعني حتى اليوم ما هال استخدمي الشناطي كمان، يعني هيك يراجع للطبيعة فيه. طبعاً هذا كمان بياخد معي وقت لأنه أنا بشتغلهم كمان على إيدي، بحب أنه ميز القطعة. برافو. بحب أني ميز القطعة يعني. وتعطي شكل حلو. يعني التميز كمان حلو كتير. حلوة عطية يعني هيك شيء قديم حلو. طيب ما خلينا نروح للسكرابات، واليوم يعني هو حديث البنات هدول القصص. تماماً. بيقولوا انه كثير انا ما بعرف، يعني ما فيني فيدك بهدول القصص اليوم اللي فادي عندك. يعني هذا السكراب الصبايا بيستخدموا، حتى الشباب اليوم عم يستخدموا. يعني اكيد اللي عندهم حالات حساسيه بوجههم، اللي عندهم حبوب، اللي عندهم كذا الى اخره، اليوم عم يروحوا لها. هلا هذا من النظره الاولى نحن عم نشوف انه هو عسل. تماما. خلينا نحكي عنه. هلا هذا شو هو هذا السكراب ولا شو بيستخدموا وكيف طريقه التصنيع؟ تماما. السكراب هو داخل له مواد نقول زيتيه، بيستعمل لازم كل صبيه وكل سيده تفوتوا بروتين الجمال اليوم، يعني بالاسبوع مره، لانه كثير له فوائد حلوه، مدعم كثير بالزيوت الطبيعيه، بيعمل على تقشير الطبقه السطحيه اللي نحن طول الاسبوع متراكم عليها الجلد، المكياجات، الغبارات والى اخره. فكثير حلو انه تعملي يوم بالاسبوع سكراب وانك تتخلصي من كل هاي الطبقه الخارجيه. وطبعا مثل ما شفتي يعني انا مفوته العسل ومفوته شمع العسل فيه،
يعني مبتكرة انه يكون كله مواد طبيعية. قد ايه اليوم العسل دائما هو بيقولوا من المواد اللي كثير مهمة اللي بتدخل بمستحضرات التجميل الطبيعية يعني، واليوم انت مها يعني راجعة للطبيعة بس غالية مها. هلا بنرجع شوي لنحكي شوي بالتكلفة وبالصعوبات. هلا عندنا سكراب الورد الجوري. هلا ريحته كثير يعني انه واضحة من تماما هو. فأنا كثير بعشق الورد الجوري، فهيك إذا بتلاحظي دخلته بمعظم ما لأنه كريحة وكفة عالية كثير حلو على البشرة. هون طبعا عندنا ورق الورد الجوري حتى هو بقلب السكراب، فأنت لما تعملي سكراب منه بيطلع الورق هو كمان فيه زيوت. وبيعمل على ريحة فواحة فظيعة. طيب شو آلية استخدامه للبشرة؟ يعني اليوم على بشرة نظيفة بنمد طبقة خفيفة تقيلة؟ لا تماما، أثناء الحمام بيكون كل الجسم مترطب وإنه يكون بنسبة درجة حرارته يعني إنه بدرجة المي مترطب، فبنمد السكراب وبنعمل حركة دائرية. أثناء هذا الشيء نحن بنتخلص من كل هي السطح الطبقة الخارجية للجسم، بنتخلص من كل الأوساخ والخلايا الميتة. مثل ما عم قلك يعني لازم كل صبية تدخله بروتينا. طيب خلص رح نجرب يا مها، خلينا هيك سريعا نحكي عن اليوم مشروعك هذا، أي صبية حابة تبلش فيه شو أهم النصائح اللي بتحبي تقولي لها؟ شو أهم الصعوبات اللي المفروض ما توقف عندهم تقول أنا رح أتجاوزهم لأبلش هذا المشروع اللي هو كثير ناجح ومربح؟ صح طبعا بوجه لها بقول لها انه لازم، ما في عندنا وحده ما عندها اهتمام، ما في سيده ما عندها اهتمام موضوع ما، فلازم انه اي اهتمام عندك كرسي ليصير مشروع. ما في وحده ما عندها مقومات، واكيد هلا الحمد لله كل وحده فينا قادره تحط خطط وقادره تعمل مشروع. خلينا ننسى اليوم غلاء المواد الاوليه، يمكن انت كمان عم تعطي النتيجه من الطبيعه يعني افضل. صح. من المواد اللي عم نشتريها نحن ان كان عبر الاونلاين او من المحلات العاديه كلها مواد كيماويه. فخلونا نرجع هيك للطبيعه، شويه مصاري زياده ولكن انت عم تاخذي نتيجه افضل. صح. لك هي عم بعمل لك دعايه مها. شكرا مها لحضورك اليوم، بدي اتمنى لك التوفيق بهذا المشروع. هذا هو نحن بنقول مشاريع صغيره ومتوسطه، بنتمنى نشوفه مشروع ناجح كبير واسمك هيك يكون من الاسماء خلينا نقول على المستوى المحلي والدولي. شكرا لك مها، اهلا وسهلا بحضرتك.